البرنامج من دار بيضاء سبيسيال موجع المطرب الشعبي المتميز شعيب الهلالي. شعيب مرحبا. مرحبا استاذ. نهار كبير هذا. نهار كبير هذا. ما سمعتش اسيدي. نهار كبير هذا. اهلا وسهلا ومرحبا بك خويا. الله يحفظك. بارك الله فيك سي هشام. البدايه كانت في الدار البيضاء عام 2010 بالضبط. 2012 خرجتي اول البوم غنائي تحت عنوان الزمان شفا فيا عدياني. فري اتشمرك مع العديانة. هو في الحقيقة أستاذ كنشكرك على الدعوة بزاف. مرحبا. وكنشكر الفنانة اللي حاضرين معنا اليوم. مرحبا. للا أمينة تطواني سي أحمد خليفة والطاقم التقني كامل. وكنشكر حمودة صندار. ونهار كبير أستاذ الاستضافة. مرحبا وألف مرحبا. أول أنا أستاذ الزمان شفا فيا عدياني فري كاينين عديان مشي ما كاينينش. بحال مثلا دابا حاليا كيقول لك الفن ما بقاش. علاش بالضبط كيقول لك الفن ما بقاش؟ انا كنوجه واحد الرساله من هذا المنبر ام اف اف ام للشاب يونس بن ملال اللي كينتقد جميع الفنانه واحد واحد. بغيت نقول علاش بالضبط كيدير هاد المسائل. بغيت نعرف علاش. يعني دخلت للصفحات بزاف بزاف ديال الفنانه انتقدهم. انا بغيت نقول لك الشاب يونس بن ملال سير حتى انت بدع وبين باش ما ينتقدوكش حتى انت. اذا انت هادشي اللي كدير فيه راه ما خدامش. بالنسبه لاي فنان اعتقد انه طبيعي جدا يلقى الناس يغيبغيو ويكرهوه. هذا امر طبيعي. ولكن المشكل الكبير لما يطيح في الفخ ديال انه يبقى ملاهي مع مثل هاد الاشياء. فري اللي بغى يقول شي حاجه. لا استاذ هشام مع كل احترامات لاي فنان هاد الشاب يونس بن ملال دار بزاف دار ضجه على الفنانه بزاف. علاش راه من حقي راه انا فنان. علاش بالضبط كيبقى ينتقد الفنانه ويدير شي صفات في على يوتيوب فيسبوك شي حوايج كيديرهم الفنانه الله يهدي ما خلق. داك الشيء اللي كاين. الوغ كنتي شاركتي واحد المجموعه المسابقات والمهرجانات في 2014 بالضبط خديتي جائزه احسن فنان في مهرجان جوهره مدينه الجديده بالمغرب. جميل. فعلا في جوهره المدينة الجديدة. شاركت. خليك معايا ربما هناك اتصال ناخذوه ما نخليوش المستمع ديالو ننتظر ونرجع لك. اتصال هاتفي. خذ راحتك. السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا لالا نوسيلا شكون معنا؟ الله يخليك وئام على وين الرباط. مرحبا. عندي واحد الطلب. فينك يا الباشا عبدو؟ فينك يا عبد الهادي بالخياط؟ فينك يا عبد الوهاب الدكاري؟ فينك يا لطيفة رأفت؟ فينك يا نعيمة سميح؟ واش من نهار ما شلناش المنتخب أو بقيناش نشوفوكم انتوما يا راه الفن المغربي ولا في خطر. راه الفن المغربي ولا في خطر. راه الفن المغربي ولا في خطر. الصراحه